السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معاكم محمد عبلة. النهاردة معانا حلقة بعنوان كيف أقوم بتصنيع اختراعي، وده كان سؤال لأحد الشباب معانا على جروب الواتساب، فحبيت أديكم تجربة عملية عشان تكون أكتر واقعية. لكن خلينا نتكلم في نقطتين. أول حاجة المخترع مطالب منه إيه؟ يعني أنا هتكلم أكيد على الجزء ده، لكن خلينا أقول لك الأول أنت مطالب منك إيه؟ أول حاجة مطالب منك إن أنت طبعا الفكرة الاختراع دي بتاعتك اوريدي، فمطلوب منك ايه الخطوه اللي انت تقرب بيها للمستثمر او تقرب بيها اللي الفكره دي تنزل وتظهر وتخرج للنور وتكون فعلا لها قيمه اقتصاديه. اول حاجه انك تسجل براءه اختراع وتحمي الفكره. بدون حمايه الفكره بصراحه كانك ما عندكش اي فكره. فاول حاجه حمايه الفكره. ثاني حاجه يكون معاك نموذج بروتوتايب لإثبات كلامك وإثبات اللي ده اختراعك شغال فعلا وبنسبة الكلام اللي انت بتقوله. النموذج الصناعي أو البروتوتايب قصدي اللي احنا بنعمله، النموذج الأولي يعني اللي احنا بنعمله ده، مهم يكون أكتر واقعية لموضوع. خليني أوريكم طبعا اختراع يمكن شفتوه كذا مرة، بس أنا قلت كمثال عملي للشرح لأن ده نموذج، ده مش حاجة صناعية نهائية. رغم انت ممكن تشوفه وتحس هو شكله كويس وشكله فعلا كأنه جهاز، لكن انا زي ما قلت برضو كنت بتكلم مع الشباب قلت لهم هو ما احنا مش مطالبين اللي احنا نعمل الفكره بتاعتنا ازاي بالظبط تصنعها، مش مطالب بكده. في مهندسين تخصص انتاج ده شغلهم، وفي مهندسين يقدروا يدرسوا الموضوع ده ويحاولوه ازاي يتم تصنيعه بشكل كامل بسرعه بانتاج كويس بتكلفه معقوله. كل التفاصيل دي مش مطالب كمخترع انك انت تعملها، لكن زي بقولك مطالب انت تعمل نموذج كويس محترم، يا اما تعمله بنفسك كويس يا اما تستعين بحد يعملك الفكرة طبعا بعد التصميم الجيد للتنفيذ. وكمان في اوقات بنعمل تنفيذ فكرة او نموذج من الاختراع نفسه. بمعنى انا ممكن الاختراع بتاعي ده يبقى جهاز اكبر من كده، لكن انا عشان اعمل نموذج ممكن اعمل نموذج بنفس الحجم ده. لو الجهاز بتاعي ده مثلا كبير قد العربيه ممكن اعمل منه بروتوتايب صغير قد كده، فده بيحتاج تصميم لوحده. بقدر المهم اللي انا اثبت فيه كلامي، يعني لما اقول لك انا لما الف ده تلاقي المسامير بتلف، انت هتبص تلاقي فعلا المسامير الخمس مسامير كلهم بيلفوا مع بعض، انا كده اثبتت كلامي بجهاز، وهو ده اللي احنا بندور عليه، اللي انت تثبت كلامك بنموذج. والموضوع ده الحمد لله احنا في المركز هنا اشتغلنا على كذا اختراع وكذا فكرة، بس انا ما ينفعش انزل لكم اي اخبار عن الافكار دي لان الفكرة دي يعتبر سر كل مخترع يتعامل معي، فانا ما ينفعش طبعا اتكلم عنها باي حال من الاحوال. لكن تنفيذ النموذج ان شاء الله حاجة مش صعبة، يا اما زي بقولك تعملها بنفسك كويس. وانا عايز اعمل تجربة عملية، يعني كان في احد الشباب قال لي فكرة كويسة جدا، قال لي عايزك تعمل تجربة عملية ازاي تعمل فكرة اختراع وتنفذها بنفسك. فانا هفكر فكرة تكون سريعة لان احنا طبعا الفيديو مش هقدر اخليه طويل، لكن هصور ان شاء الله فيديو وانا بنفذ حاجة. هختار كده فكرة تكون بسيطة وهبدأ انفذها قدامكم هنا، يعني بادوات بسيطة جدا واوريكم ازاي احنا بنقدر نثبت الفكرة باقل الامكانيات. نبدأ بقى ندخل على النقطة اللي هو اتكلم فيها اللي هي فكرة ازاي اصنع اختراعي. لو احنا اتكلمنا اللي انت هتصنع اختراعك دي في كام حالة، يا اما انت عندك حد معرفة او قريب منك مثلا والدك او حد من الاصدقاء، او انت نفسك عندك قدرة مادية لدعم الفكرة وتنفيذها وتسويقها، او الفكرة بتاعتك بسيطة ورأس مالها بسيط، فانت قلت والله انا اقدر امول الفكرة واقدر اشتغل بيها واعتبرها الشغل بتاعي. ففي الحالة دي انت اللي بتبدأ تاخد الخطوات. خلي بالك علشان الفكرة تتحول لمنتج على الاقل بتحتاج 3 بروتوتايب، يعني انت بتعمل نموذج وتعمل الفكرة بتاعتك تجربها. يعني انا الجهاز ده فعلا تطورته 6 مرات كويس، فبتعمل فكرة وتجربها اشتغلت ايه عيوبها، تطلع العيوب وتعدل يعني على الاقل 3 وممكن اكتر كويس، فبتخش في مراحل تجربة. بنيجي اخر حاجة اللي انا خلينا نتكلم عليها، لان انا الحمد لله وصلت يمكن مش هنقول لاخر حاجة بس يعني الجزء من الايه من النهاية. هنوصل لمرحلة اللي هي مرحلة التصنيع بقى. خد بالك مرحلة التصنيع دي موضوع كبير جدا، يعني احنا موضوع التصنيع دي حاجة مش سهلة، بس طبعا هنبسط الموضوع واقول لك باختصار بيبقى الموضوع ماشي ازاي. طبعا احنا بنتخيل، تخيل معايا اللي احنا عايزين ننفذ مثلا اختراع زي اختراعي ده، فكان طبعا مهم اعمل دراسة جدوى.
من ضمن دراسة الجدوى أنا كنت لازم أعرف الماكينات اللي بيتم استخدامها في تصنيع الجهاز ده، وده مهم طبعا لكل واحد بيعمل اختراعه وعايز يخش في التصنيع، فأنت مهم تعرف الماكينات اللي أنت عايزها. في بقى اللي هو الذكاء، الذكاء والإدارة الهندسية، إزاي أنت بقى تنتج ده بأقل تكلفة وبأسرع وقت. كويس، افتكر انا برضو كنت ذكرت النقطه دي وانا بتكلم معاهم. انا كان توجهي اللي انا عملت تروس كلها معدن، كلها معدن، كل ما موجود تروس عندي معدن. يمكن اللي غير معايا شويه التفكير وقلت لا، انا ممكن لو طورت كمان انا اقدر كمان استعين بالبلاستيك. انا مثلا كان من فتره بعد ما عملت الاختراع ده من فتره كان في معايا عربيه الماني، لقيت ليها كوريك صغير كده، عربيه كبيره، فلما جيت ارفع العربيه اكتشفت ان الكوريك ده في اهم ترسين اللي هم ماسكين العمود وبيرفعوا العربيتهم من البلاستيك. استغربت جدا ازاي، قلت ده هيبوظ، فبقيت اجربه من يعني انا عندي فضول، انت معقول البلاستيك ده هيتحمل؟ بقيت ارفع وانزل بيه كذا مره، فضل معايا لحد ما بعت العربيه وهو ما اتكسرش. اذا ممكن بالحسابات والدراسه ودراسه المواد، لان خلي بالك في تصنيع الجهاز لازم تدرس المواد. يعني ايه المواد؟ المواد السيفتي اللي هي الامان. كويس، الحاجات مثلا مش بتاثر في التاكل، خلي بالك هو تصنيع فيه حاجه اسمها استمراريه وكمان وخدمه ما بعد البيع، فانت خلي بالك فكر انت في حاله الناس ما يبوس الجهاز معاهم انت هتعمل ايه. دي برضو نقطة مهمة. فده أنا فكرت في كل الكلام اللي أنا بقوله ده، أنا فكرت رغم هو ما كانش مطالب مني، لكن أنا درسته وتعلمته وجبت كتب قريت فيها، علشان كنت أنا متخيل المفروض المخترع يصنع اختراعه بنفسه، أنا كنتش أعرف، لكن ده أفادني الحمد لله اللي أنا بقى عندي خبرة كبيرة بالموضوع ده. فزي بقولك حتى الصيانة أنت لازم تكون عارفها ومن البداية عارف. يعني الاختراع بقى بتاعي، نخش بشكل عملي، الاختراع بتاعي الجزء ده الواحد ده متشابه مع الخمسة. يعني لو انا واحد مثلا جالي قال لي انا الجهاز اللي انا واخده منك باظ فيه دي، الجزء ده مش شغال، انا اقدر اشيل الجزء ده واجيب جزء اللي هو ينفع يركب هنا او هنا او هنا، اشيل ده واركب ده. كويس، فانا فكرت في الصيانه. خلي بالك مهم قوي فكره الصيانه، ما ينفعش تعمل اختراع وانت مش عارف بعد كده هتصلحه ازاي او هتعمل فيه ايه او ازاي اللي بيشتري مني المنتج يستفيد منه وما يحتاجش ان هو كل شويه يجي لي. نقطة من اللي أنا بتكلم فيها دي عملتها، اللي أنا قدرت أعمل اللي أنا أجيب ده جاهز، على فكرة ده جاهز، كنت أنا هصنعه الأول، أنا كان تفكيري اللي أنا أصنع كل واحدة من دي، كده قلت أصنع دي ليه؟ أنا أوجع دماغي وأطول معايا في مصاريف وإنتاج ليه؟ لا أنا هخلي دي أي واحدة، أنتوا زي أنتوا واخدين بالكم في اختلاف في المقاسات، فأنا بشتري المقاسات دي وبديه للعميل المقاسات دي، هو عنده مقاس مختلف مش هيرجع لي الجهاز كله، هيبدأ يجيب واحدة تانية جديدة ويركب على المربع ده. ده حتى المربع ده بالأكس ده أنا شاريه جاهز. تخيل، يعني إحنا بنقدر نضيف حاجات جاهزة عشان أوفر على نفسي مكنة وأوفر على نفسي خط إنتاج مكلف كويس ومحتاج صيانة. يعني ده معمول صلب جامد جدا من شركة قوية أنا جايبه خلاص وضمنه، ودي مقاس دولي، مقاس معروف عالميا. اللي انت هتاخد من الجهاز ده تجيب اي مقاس الشكل ده ان شاء الله شكل نجمة اي حاجة وتركبه هنا هيركب معاك. كويس، فدي انا مش محتاج اشتريها، يعني قصدي مش محتاج انفذها، انا انفذها واصنعها ليه واتعب فيها ليه. فالاختراع او الجهاز لما بيخش اطار التصنيع احنا بنبدأ نقلل قدر الامكان كل حاجة بصنعها. المسامير، طب انا ممكن اصنع مسامير بنفسي، ليه اصنع مسامير بنفسي اذا كان المسمار ده محتاج له مكنة، محتاج له خامات حديد لوحديها، محتاج له شخص واقف على المكنه، طب ما دي تكلفه عليا والوقت، انا هقعد بقى يصنعني المسامير والمسامير دي هيطلع منها بعض العيوب، هيطلع منها مش كل الانتاج بيطلع طبعا سليم. موضوع كبير، كل ده انا بفكر ازاي اوصل لافضل طريقه باقل وقت واقل تكلفه. زي بقول لك المسامير، انا برضو المسامير بتاعتي دي جاهزه انا شاريها. كويس، الجزء ده طبعا انا ده برضو شاريه، الاكس ده نفسه كل دي اكسات اصلا موجوده انا مستخدمها، حتى التروس، تخيلوا التروس اللي جوه دي انا مركبها على بعض بتروس جاهزه برضو دوليه معترف بيها مقاسات دوليه. انا وصلت لكده ليه؟ عشان اوصل لاقل تكلفه واسرع تنفيذ. لما اجي اخش مع رجل اعمال في تنفيذ الفكره هقول له احنا محتاجين مثلا 1000 ترس من ده، 2000 ترس من ده، 4000 ترس من ده، كذا 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 كذا، لما تيجي تنتج انت هتنتج، معلش انت بتجمع بقى، رغم ان هو اختراع بس انا عملت تجميع، رغم ان انا زمان كانت فكرتي اللي انا هصنع
المسمار وحصلنا على الاكس وحصلنا على المربع واتفكر حصلنا على المربع ازاي، كل حاجه من دي انا اعرف الحمد لله ازاي تتصنع، لكن ده وقت وماكينات كويس. فزي ما بقول لك اللي انا خلاص انا قدرت اللي انا اوفر في الوقت، فده كويس، عامل الوقت ده كويس جدا بالنسبه لك. استخدام الخامه المناسبه اللي هي هل هي معدن الومنيوم زي ما انا مثلا الشاسيه دول انا عاملهم الومنيوم، قبل ما اعمل الشاسيه الومنيوم كان حديد بالنسبه لي، قلت لا هو حديد كويس، بعد كده قلت لا اجرب الالومنيوم، الحمد لله الالومنيوم نجح معايا. ممكن كمان التروس اللي موجوده دي اعمل تجربه بلاستيك، طبعا بعد دراستها وحسابتها اقول بلاستيك ينفع، اعمل تجربه بنموذج بلاستيك الحمد لله نجح معايا، بس كده تم اجي المرحله اللي بعديها ابدا اعمل نموذج بيتم بقى انتاجه بقى في تروس بلاستيك بوزنه خفيف وهكذا كويس. نقطه تانية برضو انا عملتها في الاختراع ده، اللي انا عملت الشاسيه اللي انتم شايفينه ده شبيه بالشاسيه ده، هو الاختراع فيه اتنين شاسيه، شاسيه من هنا وشاسيه من هنا، انا عملت دول توأم، ده هو ده، يعني لو عملت 1000 قطعه هيعمل لي كام؟ 500 جهاز وش فوق وتحت، تمام؟ برضو فكره انك انت تعمل تماثل وتقارب، عشان مش كل حاجه محتاجه مكنه، مش كل حاجه محتاجه تشغيل، مش كل حاجه محتاجه عامل متخصص ليها، فبقلل كل ده بيسهل معايا في فكره انتاج الفكره وهكذا. انا مش عايز اطول عليكم الفيديو، كل الاجزاء اللي انا بستخدمها دي وتسهيل عليا المواد الموجوده استفيد منها، ده مش بيقلل مني كمخترع خالص ولا صاحب فكره خالص، يعني اللي انا بقدمه ده الحمد لله الناس بتشوف النموذج ده بتنبهر بيه كويس. هخش تاني شويه في النموذج علشان بالمره بما اننا بنتكلم عن النموذج، انا بستخدم الادوات اللي انا بنظري شايفها مناسبه. خلي بالك انت هتبص للفكره هتحس انها قريبه قوي من شكل العربيه، يعني لو وريتك الفكره دي وقلت لك الفكره دي بتاعت ايه وانت ما تعرفش هتقول دي العربيه ليه؟ لان انا عملتها شبه الجنط شويه، عملت فيها نيكل هنا، حاجات بسيطه كلها مش مكلفه كمان. لما بدات الزق الحاجات دي واعملها بالشكل ده انت بتشوفها انها بتدل، يعني فيها روح الاختراع اللي ايه؟ بتتباع لاجله، يعني انا عامل للفكره دي مناسبه للعربيه، فتلاقي شكلها مناسب للعربيه، ودي نقطه مهمه، والموضوع مش 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 صغير، موضوع كبير، لكن بقول لك اطمن لو في حاجه ما فيش مشكله ممكن تسالوني عنها. تنفيذ النموذج الموضوع مش صعب، زي ما بقول لك احنا بنوصل للموضوع اللي احنا نوصل لاقل تكلفه ممكنه، افضل خامه ممكنه. طبعا بنخش بعد كده في عندك بقى التصميم، ده بيبقى في الاخر التصميم الجمالي بقى، يبقى شكله مختلف عن كده شويه، شكله بقى جميل، شكله مناسب للايد. زي ما اتكلمت قبل كده الاختراع مهم تكون عندك علم بالتشريح، يعني علم التشريح ده كان مهم جدا انا اتعلمته الحمد لله، لان الاختراع ده هيتمسك بالايد كده، فهل هو مناسب لايدي ولا همسكه يفضل يتزحلق مني او يبقى تقيل عليا او يجرحني في ايدي. كل كلام السيفتي والامان والراحه دي بتفرق معاك في الاختراع بما انك انت ناوي تدخل في الانتاج. اتمنى يكون الفيديو لما لكم موضوع كده ويكون عجبكم ووصل معاكم للرساله ان شاء الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.